تعالوا بقى نفتحها من تحت. بصوا الله الله، بقت نظيفة زي الفل. دي الحاجات اللي عندي حطيتها فيها، الحاجات اللي هي بتاعت البيت بقى اهي. بصوا بقى يعني بقت نظيفة وزي الفل، بس رجعت كأنها جديدة. بقول لكم دي المفارش بتاعت شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام عليكم يا رب. وحطيت في الباب بقى كده، حطيت في الباب كده الصوصات كلها. ماشي يا ريان، خلاص حطيت في الباب كده الصوصات كلها اهيت. تمام، التلاجة بقت تمام، نطفت. بقول لكم والله